اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نحييكم ونقدم لكم الحلقه الاولى من برنامج اصحابي وصحباتي. اطفالنا اجمل ما فينا، وكل ما بيكبروا بتكتر مشاكلهم، مسؤوليه وزحمه ودوشه في البيت، حاجات كتير هنعرفها وهنتعلمها في برنامج اصحابي وصحباتي الموسم الاول. في البدايه احب ارحب بزميلتي في الاستوديو الدكتوره نرمين. اهلا بك يا نرمين. اهلا بيك يا امل، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وانا سعيده جدا لانضمامي لبرنامج اصحابي وصحباتي الموسم الاول، وعقبال موسم 20 ان شاء الله. وخصوصا البرنامج هيتكلم عن مرحله مهمه جدا، وهي مرحله المراهقه والطفوله. فعلا يا نرمين، وهنتكلم كمان النهارده عن موضوع مهم جدا جدا وشائك، وهو موضوع عماله الاطفال اللي كتير مننا وهو ماشي في الشارع وهو رايح الشغل وهو رايح الجامعه بتاعته بيلاقي اطفال على النواصي، بيلاقي بائعه المناديل، بيلاقي سواق التوك توك. موضوعنا مهم جدا، ومعانا النهارده مجموعه من الاطفال اللي بالفعل بيشتغلوا، ومعانا حاله سيد رجب طفل هنتبنى حالته ان شاء الله في البرنامج، وكتير من الحالات اللي بتعيش وسطنا في الواقع الحي او في مجتمعنا اللي بنعيشه، ورغم المساندات الكتيره اللي بتقوم بها الجمعيات الاهليه، الا ان هناك عديد من الحالات الاطفال اللي بتحتاج الاهتمام وبتحتاج النظر والمساعده والمسانده من قبل الجهات المختصه. ومعانا يا جماعه مجموعه من الاطفال والمراهقين اللي بيشتغلوا في السن المبكر لمساعده الاهل في الظروف الاجتماعيه الصعبه، واللي كانوا بيعانوا بسبب الاعمال الشاقه ليهم، والمفروض ان هم بيعيشوا طفولتهم زيهم زي الاطفال العاديين والطبيعيين. وتعالوا معانا نشوف التقرير الجيد ده. عايزه اقول يا جماعه، كتير من مننا وكتير من الاطفال دي ما بتبقاش مدركه اهميه اللي بيعملوه، او مش بتبقى مدركه انا بعمل ايه، انا باذي نفسي ازاي، انا بشتغل بنزل بجيب فلوس مثلا بوفر لاهلي امكانيه معينه بساعدهم في البيت، فبالتالي انا اي حاجه متاحه بالنسبه لي. طبعا الطفل معانا، التقرير جاهز دلوقتي هنتفرج عليه ونرجع تاني مع بعض. وطبعا يا جماعة بعد ما شفنا التقرير اللي فات، الأطفال دي على الأقل خالص كويسة بصحتها. معانا يا جماعة ما هو أسوأ من ذلك، وهو حالة الطفل سيد رجب. سيد انتهت طفولته من قبل ما تتولد، أصيب بضمور في المخ أدى الضمور ده لأن هو بقى طفل أعمى. كان عمره 8 سنوات، ظل يتعالج 11 سنة، هو عنده حاليا 21 سنة. وفي خلال رحلة علاجه يا جماعة اشتغل ونزل، رغم انه اعمى، رغم ظروف الصحية، رغم ظروف المعيشة الصعبة، نزل واشتغل على الاقل خالص علشان يوفر جزء بسيط من مصاريف علاجه، او جزء بسيط من مصاريف المعيشة بتاعته. وبنحب طبعا ان احنا نشكر صفحة حلوان ومايو نحو الافضل، ان هم سهلوا لنا مهمة ان احنا نقدر نوصل للطفل رجب. سيد رجب، هنقول ان سيد ضاعت طفولته بين العمى والظروف الصحية وكمان الشغل. تعالوا بينا يا جماعة نشوف التقرير اللي جاي عن سيد رجب ونرجع تاني مع بعض. كنت بنزل أبيع عشان أجيب فلوس، يعني عشان أجيب علبتين عصير حاجة أكلها كده، نفسي ضهري ورجلي وخفي وأمشي زي الأول، نفسي أفتح وألعب وأروح وأجي. ده أنا في زمان لما قبل كورونا كان في مدارس، كنت بقف في البلكونة أسمع العيال الصبح بتنادي على بعضيها. رحنا مدرستنا كنت بقف في البلكونة واسمع العيال بتنادي بعضيها. رحنا المدرسة كنت بفضل اعيط. وانت لما نزلت اشتغلت حسيت ان انت اتوجعت اكتر؟ الشغل اللي لما نزلت اشتغلته حسيت انك وجعك اكتر؟ كنت طب انت اكتر حاجة نفسك فيها دلوقتي حالا ايه، بعيدا بقى عن التعب؟ نفسي في أي حاجة،
زي ايه؟ يعني بتسليني اي حاجة، اي لعبة تسليني. بس هو ده اللي انت عايزه؟ بعد يا جماعة ما شفنا التقرير بتاع الطفل سيد رجب، سمعتوا جملة أبسط حاجة هو عايزها؟ لعبة. هو عايز لعبة، عايز يحس بطفولته. المرض مع الظروف الصحية مع العمى، على فكرة يا جماعة الطفل ده 21 سنة. يا ريت يا جماعة أي حد حابب إنه يتبنى حالة الطفل سيد رجب يتواصل معانا، وإحنا طبيا يا جماعة لأن هو بجد متدمر طبيا، اي حد عايز يتواصل مع سيد رجب عشان يساعده او يقدم له اي مساعدات يتواصل معانا واحنا هنوصله بسيد، وطبعا ليه منا كل الشكر والتقدير. والله أمل هو متدمر طبيا ونفسيا، بيقول لك أنا بشوف الولاد في المدرسة بيعيط إنهم بيندوا على بعض رايحين المدرسة. فين قانون حماية الطفل؟ فين؟ بالظبط. فين الرعاية ورعاية الأمومة والطفولة؟ فين الطفل سيد وغيره من الأطفال اللي بنشوفهم في الشوارع ومتبهدلين ومش لاقيين؟ وفين وزارة التضامن؟ فين كل ده؟ فين؟ احنا عايزين قانون رادع لكل ده، عايزين حد يتدخل يشوف الأطفال اللي في الشوارع، يشوف اللي بيقف في إشارات المرور، يشوف اللي بيتسولوا، كل ده فين؟ انت من وجهه نظرك يا نرمين، انت مع او ضد عماله الاطفال عموما؟ يعني في ناس تقول لك اهو ابني بيساعد في مثلا في مصاريف البيت، بيجيب مصاريف معينه، بيدخل لي فلوس معينه، بيجيب مثلا مصاريفه او حاجه، انت مع او ضد حاجه زي لا كده؟ طبعا ضد طبعا. بيحطم، بيدمر الطفل، بيدمره نفسيا وبيحرمه من حاجات كتير هو مش هيعرف يعيشها. هو بيشتغل سواء مرمي في الشارع او بيشتغل عدد ساعات طويله، حتى لما القانون قال يشتغل 6 ساعات اقل حاجه، يعني اقصى حاجه 6 ساعات، ما يشتغلش يعني غير 6 ساعات، ما لا برضه بيحرمه، بيأثر عليه نفسيا وبدنيا وجسمانيا وعقليا، ويتأثر بالعوامل الخارجيه عموما للطفل، مش بقاش زي اي طفل طبيعي زي الاطفال اللي احنا. وكمان في نقطة مهمة جدا اللي هي استغلال أصحاب المحلات التجارية والورش والورش اللي بتستغل الأطفال في التعذيب، في الشغل، في الإهانة، رغم إن الدخل اللي بيدوله بسيط جدا، حاجة لا تذكر. بلس كمان إن في دلوقتي أهالي يا جماعة بقت تعمل الموضوع ده زي التسول، بقت تشغل ابنها أو بنتها، تنزله انزلوا ارجعوا لي في اليوم ده ب 200 300 جنيه، ارجع لي وفي اليوم ده جيب لي الفلوس الفلانية. فبقى الموضوع تجارة، وبقى الموضوع اللي هو انا اتاجر بابني وانزل ابني ويرجع لي بمبلغ معين، موضوع خطير جدا يا جماعة، وبيشكل خطورة على مستقبل مصر واطفال مصر، ومفروض ان الاطفال دول المستقبل اللي جاي، ان احنا نبنيهم، ان احنا نعلمهم، ان احنا نعلمهم كل حاجة كويسة، نحببهم في الوطن، نغرس فيهم السمات الدينية، نغرس فيهم الحاجات اللي اتربينا عليها من واحنا صغيرين. وعشان كده من خلال البرنامج هنقدم مجموعة من الاستغاثات او النداء للجهات المعنية، ويا رب يا رب الاستغاثة دي او النداء ده يوصل للمسؤولين، على اعتبار ان هم في ايديهم كل حاجة. يعني برضو انا عارفة ان كل واحد بيقوم بوظيفته، ولكن في حالات فردية كتير جدا الضوء مش واصل لها، المساعدات مش واصل لها، متأخرة صحيا، ماديا، معنويا، نفسيا. يا ريت النقاط اللي هنقولها دي تتاخذ بعين الاعتبار. اول حاجه نداء عاجل لوزاره التضامن الاجتماعي الاهتمام بحاله الطفل سيد رجب، وهو وغيره من الاطفال اللي بيعانوا من ظروف صحيه صعبه جدا، وبيضطروا ان هم ينزلوا يشتغلوا، لان سيد اعمى وبالتالي وبينزل برضه يشتغل يساعد والده. تمام. تاني حاجه نداء لوزاره التربيه والتعليم، انا نفسي وزاره التربيه والتعليم يا جماعه تتبنى حالات زي سيد وغيره، في اطفال كتير قوي عمي مش بيشوفوا، محتاجين ان هم يتعلموا، نفسي يعملوا فصول مخصصه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي المكفوفين، اللي يكون تبقى مجهزه لتعليمهم. نداء كمان يا جماعه نفسي يبقى فيه قانون رادع، اول حاجه قانون رادع بالنسبه لاصحاب المحلات التجاريه، وقانون رادع للاهالي، اي حد هينزل يشغل ابنه غصب عنه او يشغل ابنه هو مش محتاج يتحاسب. اي محل تجاري او فندق تجاري او ورش عاديه خالص هتشغل اطفال من دون السن القانوني المسموح ليها تحاسب. وده نداء من برنامج اصحابي وصحباتي لكل المسؤولين اللي بيتفرجوا علينا، يا ريت ياخدوا الكلام ده بعين الاعتبار. نقطه كمان مهمه جدا هي توعيه الاهل، الاب والام، يا جماعه ما تشغلوش اولادكم، يا جماعه حافظوا على اولادكم، يا جماعه اولادنا دول ثمره حياتنا،
يا ريت اي حد بيفكر انه ابنه او بنته هينزل يجيب له فلوس كتير هتساعد او تعمل الضرر اللي عائد على ابنك كتير جدا مقابل تدمير لطفولته وحالته النفسيه، هيتحرم من التعليم، هيتعرض لتحرش، هيتعرض لعنف، هيتعرض لضرب، هيتعرض لاهانه، حاجات كتير جدا الاهل مش بتبقى واخده بالها منها، ولكن بتسعى ان الطفل يساعد في مصروف البيت او تساعد في دخل البيت اللي جاي، وحاجات كتير قوي، نقاط تانية كتير قوي. نرمين صاحبتي هتكمل. في حته عمل قانون رد لاصحاب المحلات دي امل، هم بيستغلوا الاطفال لان عموما بيرتبهم اكيد اقل من رواتب الكبار، فده استغلال، فده استغلال ليهم جامد. وطبعا هم بيشغلوهم اقل من السن القانوني، فده لازم يكون ليهم قانون رادع. مناشده الجمعيات الخيريه طبعا زي رساله والارمان وصناع الحياه ومساعدة الأطفال المضطرين للنزول للعمل وإقامة راتب شهرية ليهم بتساعدهم على المعيشة. وزي ما في حالات سلبية في حالات إيجابية كتير، بس برضو بيبقى الضرر على الأطفال أكبر. تمام يا جماعة. وفي كمان مناشدة الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية زي جمعية رسالة وزي جمعية الأرمون وزي صناع الحياة لمساعدة الأطفال. أنا عارفة إن الجمعيات دي بتعمل خير كتير قوي وبتساعد ناس كتير، ولكن يا جماعة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يا جماعة المكفوفين، يا جماعة أنا عارفة إن هم في مشاريع كتير عاملينها، ولكن نأخذ بعين الاعتبار الفئة دي من الأطفال، مش أي أطفال يا جماعة، لأن الأطفال دي بجد بجد يعني إحنا وإحنا بنتفرج على التقرير كلنا تأثرنا، وأكيد المشاهدين برضو تأثروا. نداء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لو سمحت إحنا عايزين في قانون رادع لأصحاب المحلات اللي بيستغلوا الأطفال وبيشغلوهم، وعايزين كمان نشكر صفحة حلوان وما ينحو الأفضل إن هم بجد ساعدونا كتير وبجد وصلونا لمجموعة من الأطفال اللي بجد محتاجين المساعدات، ومن خلال البرنامج إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا ونقدر إن احنا نتواصل معهم ونساعدهم ونطلع ده بإذن الله تقارير لحضراتكم. احنا برضو بنوعي الأهالي، مش هيبقى الحكومة بس أو البلد بس، احنا بنوعي الأهالي إن هم ياخدوا بالهم من ولادهم أكتر، ما يبصوش لحاجات بسيطة قدام إزاء نفسي للطفل مش هيتعوض تاني. فوقوا نفسكوا، مش شغل على التوك توك هو اللي هيجيب لكم أكل العيش أو هيعيشكوا عيشة كويسة. حاجات كتير قوي يا جماعة، موضوع خطير ولو قعدنا اتكلمنا فيه كتير قوي مش الكلام مش هيكفينا. بنشوف حالات من اطفال بيتم التحرش بيهم وبيتم اغتصابهم وبيتم استغلالهم، وكمان في يا جماعه سرقه الاعضاء الاطفال. انتوا مش واخدين بالكم ان لما انزل الطفل ابني في الشارع في خطر كبير قوي بيواجهه، ان الطفل ممكن حد يخطفه، وفي تجار الاعضاء الاطفال والمنظمات اللي بنسمع عنها، وكتير بنلاقي اطفال اشلاء في الشوارع ما بنبقاش عارفين الاطفال دول جم منين، ما الاهل بتنزل طفلها يشتغل ما بتبقاش عارفة مدى خطورة. بيبقى الصحيح كل همهم ان هو يجيب لهم دخل معين او فلوس معينة او حاجة معينة، مش عندهمش القدر الكافي من الوعي بمدى خطورة اعمال طفلي او مدى خطورة شغل طفلي. ما فرحش يا جماعة بالفلوس، الام الاب الاخوات، ما تنزلش اخوك او اختك الصغيرة تبيع مناديل او تبيع حاجات معينة في الشارع وانت قاعد في البيت، لا، على قد ما نقدر على قد ما نقدر ان احنا نوفر لهم حياه كريمه في البيت تغنيهم ان هم ينزلوا في تعليم، لازم يتعلموا، لازم يعيشوا طفولتهم. اقصى طموح الطفل ايه؟ لعبه. اقصى طموح الطفل انه يتعلم ويروح المدرسه زيه زي زمايله والاطفال الاسوياء. الموضوع مش صعب او بالقدر الكبير ان انا انزل طفلي للشارع واوجهه لمخاطر كبيره جدا هو نفسه مش عارفها، هو الطفل نفسه مش بيبقى عارف الخطر اللي بيواجهه. ده واجب علينا يا جماعة، الأهل، الأب، الأم، الأخت، ربة المنزل، مدير المدرسة، الصحفي، الدكتور، الضابط، كلنا يا جماعة نتكاتف مع بعض عشان نحافظ على أطفالنا، لأن هم أغلى ما فينا وأحلى ما فينا. الأصعب خطورة بقى اللي بنات اللي بيشتغل في البيوت دي بقى، الأقل من 14 سنة و 12 سنة، دي الأصعب خطورة، ودي ما بتعرف القانون ما بيعرفش فعلا يحميهم. دول بيتعرضوا للتحرش، بيتعرضوا للاغتصاب، احنا ما نعرفش عنهم حاجة، في حاجات كتير احنا ما نعرفش عنها حاجه غير الحاجات اللي احنا بنشوفها قدام عينينا، الحوادث اللي بتظهر على السوشيال ميديا، على التلفزيون، في حاجات كتير احنا ما نعرفش عنها حاجه. فدي الاكثر خطوره، وفعلا القانون مش هيعرف يحميهم، مش هيعرف يتعامل معاهم، ما نعرفش عنهم حاجه. والناس بتتكسف تقول لما بيحصل اغتصاب، تحرش لاي بنت بتخدم في بيت او بتتعرض لاي حاجه، ما بيتكلموش. فاحنا عايزين قانون رادع فعلا عشان نحافظ على اطفالنا ونحافظ على بلدنا، عشان جيل جاي
ومستقبل مصر إن شاء الله. وكمان يا جماعه في دلوقتي خط نجدة الطفل نقدر ان احنا نتصل بيه ونتواصل معاه. يعني يا جماعه انا طلب شخص مني انا لكل حد بيتفرج عليا دلوقتي، في يا جماعه خط نجدة الطفل تتصل بيه. شفت اي طفل بيتعذب، شفت اي طفل بيشتغل في الشارع، شفت اي طفل بيواجه اي نوع من انواع التحرش، شفت طفل بيتسول في الشارع، تتصل بخط نجدة الطفل دي وتقدم بلاغ او تقول على المكان اللي الطفل ده موجود فيه، وبناء عليه هم هيتعاملوا مع الموضوع. واللي يقدر يا جماعه يساعد اي طفل باي حاجه او ان هو يكلمه ويوعيه ان هو يقعد في البيت ما يشتغلش، اهله ما يستغلهوش، يشوف دراسته ويشوف المدرسه، يعيش حياته ويعيش طفولته ويعيش سنه، يكون افضل يا جماعه. وعايزه اقول كمان من هنا هنوصل لنهايه حلقتنا لان موضوع مهم جدا جدا جدا. تمام. فالموضوع شائك وعايزين يا جماعه لو في اخصائيين اجتماعيين يكلمونا ونعرف معاهم نفسيه الطفل بتبقى عامله ازاي، نفسيه البنت اللي بتتعرض كل يوم للشارع وهي بتلف في اشارات المرور، الطفله اللي بيتم التحرش بيها، الولد اللي بيعذب من اهله عشان ينزلوه. انا حرفيا في مره قابلت طفل بيعيط عشان اشتري منه المناديل، ولما اتكلمت معاه لقيته بيقول لي امي قالت لي ما ترجعش البيت غير وانت معاك 200 جنيه. حرفيا ما بقتش عارفه اقول لها ايه او اتكلم معاها، يعني اتعامل معاها ازاي. كل اللي بقيت اقول له ان ربنا معاك، ما بقتش عارفه بجد اعمله ايه. عايز اقول له انت ازاي عمال بتلف بالمناديل كده، او ازاي اهلك سايبينك بالوضع ده. فبالتالي يا جماعه نحافظ على اولادنا. انا ال 200 جنيه ولا ال 100 جنيه اللي ابني هينزل يجيبها لي من التسول او من بعت المناديل او حتى من سواقه التوك توك دي مش هتعمل لي حاجه. انا حافظ على طفولته، اعلمه التعاليم الدينيه السليمه. بس خلي بالك يا امل، هي بتبقى فئات مجتمع مختلفه. اللي تقول له فعلا روح وما تجيش البيت الا ب 200 جنيه فئات مجتمع مختلفه خالص، يمكن احنا ما نعرفش عنها حاجه او ما وصلنالهاش او شفناها بالصدفه في الشارع. ما تصدقيش ان الام تقول لابنها كده. فبتبقى فئات مختلفه جدا. في ناس بتشغل ولادها محتاجه، وفي ناس لا، هو مصدر رزقها التسول. روح وتعالى بس عايزه فلوس. انا عايزه اقول لك كمان يا نرمين ان في اطفال بتبقى حابه كده، يعني الطفل بيبقى حابب انا هنزل واشتغل ومعايا فلوس ومعايا قرش. عايز اقول لك ان الطفل عموما لما بيكون معاه فلوس بزياده او معاه فلوس مكافيه ممكن يدي لمامته 100 ويخلي معاه 100. طب انا اجيب سجاير، اشرب سجاير، اشرب اي حاجه بقى معرضه قدامي. هو ده اللي بنتكلم فيه يا جماعه، ان السلبيات اكتر من الايجابيات بتاعت الشغل. بالظبط كده. ايا كان الايجابيات الشغل اللي من وجهه نظر الاهل او من وجهه نظر الطفل الموجود شايفين ان هو كبر بقى. وسين من الناس ممكن تسمعي ام تقول لك انا ابني كبر وبقى راجل، ايه المشكله لما يشتغل ويكون نفسه او يشتغل ويعتمد على نفسه؟ ماشي اوكي، انت بتقتلي الطفوله اللي فيه. حقيقي. انت بتقتلي البراءه اللي فيه. حافظوا على اولادكم، انت كده بتدمري مستقبله. ممكن ابنك ينزل للشارع ويجيب فلوس او كل حاجه يكفيكي او يديكي فلوس للبيت، ولكن طفولته بتتدمر، مستقبله بيتدمر. ممكن يرجع لك بسجاره، ممكن يرجع لك بيشرب حاجات مش كويسه، ممكن يتعرف على ناس تدمر مستقبله. فبالتالي المشكله بتبقى صغيره بتكبر معاه لما يبقى شاب كبير مستقبله هيتدمر. وحاله زي حاله الطفل سيد رجب وغيره من الاطفال الكتير اللي موجودين ظروف الصحيه بتاعتهم لا تسمح ان هم ينزلوا يشتغلوا، وبينزلوا يشتغلوا طفل كفيف وعنده ضمور وتعبان ووالده ظروفه المعيشه صعبه، مضطر انه ينزل حتى يبيع مناديل. يعني ده عنده سبب انه ينزل، ولكن اللي ما عندهمش سبب ان اطفالهم ينزلوا، او الطفل اللي بيفرح بالفلوس اللي بتبقى في ايديه. هو يعني هو بس ثانيه واحده، هو يعني بيبقى اغلبيتهم بيبقوا محتاجين فعلا، بس هي فئه الاعمار. في اعمار بتتاثر، يعني يمكن اخصائيين اجتماعيين يسمعونا يقولوا الكلام ده حقيقي ولا لا. في اعمار تتاثر بعوامل الشارع ويشربوا السجاير ويستخدموا الحاجه غلط، وفي اعمار تانية لا، اللي هي 17 وانت طالعه، فاهماني؟ لكن من 10 11 12 بنلاقي 9 سنين و8 سنين بيسوق توك توك. هو دول يتاثروا، بيحصل فعلا. يعني بس الاغلبيه بيبقوا محتاجين فلوس بينزلوا، لكن الفئه التانية اللي بتنزل عايزه تتسول، الموضوع سهل بالنسبه لها، دي فئه تانية خالص. عندك حق يا جماعة. عمالة الأطفال قنبلة موقوتة، ومش ببالغ لما بقول قنبلة موقوتة في الشارع. عمالة الأطفال هتجيب لي أطفال شوارع، عمالة الأطفال هتجيب لي تحرش، عمالة الأطفال هتجيب لي عنف، عمالة الأطفال هتجيب لي سرقة الأعضاء، وهتجيب لي حوادث، عمالة الأطفال هتجيب لي العديد والعديد والعديد من المشاكل اللي بتهدد فئة الطفولة أو المراهقة عموما في مصر. يا جماعة دي أهم فئة،
انا لما ابقى ابني طفلي او طفلتي او ابني او بنتي من هم صغيرين على ان هم يشتغلوا، ولا هيتعلموا موهبه ولا هنبت فيهم الغرس الديني والغرس الثقافي، مش هخليهم يحبوا الوطن، مش هخليهم يتفاعلوا، مش هخليهم يبقى فيه حب التعليم، حب الدراسه، الاسره، هعوده هدخله في قصه وفي اطار هو اقل قوي 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 من هو يتحمل المسؤوليه دي او ان هو يدخل فيها ولسه سنه ما يسمحش بحاجه زي كده. انا بقتل فيه كل حاجه حلوه. في اطفال كتير يا جماعه ممكن يبقوا شايفين الموضوع من زاويه تانية، اللي هو انا هنزل الشارع بقى وهبقى بعيد عن الاهل او بعيد عن المدرسه، فانا هبقى براحتي اعمل اللي انا عايزه. لا، احنا كده بنسرسب اولادنا من ما بين ايدينا يا جماعه، ونرجع بعد كده نقول يا ريتنا ما عملنا، يا ريتنا ما نزلناش شغل، يا ريتنا مش عارف ايه، ده عربيه خبطته. فيا جماعة من هنا نوصل لنهاية حلقتنا، أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. أولادنا أمانة في إيدينا، لازم نحافظ عليهم. نشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامج أصحابي وصحباتي. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإن شاء الله بإذن الله نتقابل في حلقات تانية جديدة من برنامج أصحابي وصحباتي. دمتم سالمين.